الله أكبر، هذه طائرة المروحية تحلق في الأجواء لفك الحصار عن الحارس أبو شفيق. الطائرة المروحية في الأجواء تحاول فك الحصار عن الحارس أبو شفيق. قامت بإلقاء قنابل عنقودية على مشارف الحارس من الجهة الجنوبية ومن الجهة الغربية القريبة جدا من التفاس، لتحاول محاولة منها لفك الحصار عن حارس أبو شفيق المحاصر من الصباح الباكر. هذه الطائرة المروحية التي تحوم في أجواء ريف حماة الشمالي بالقرب من حارس أبو شفيق تقوم بقصف قنابل العنقودية لفك الحصار عن حارس أبو شفيق. الله أكبر.